أصدقائي، أنا من قناة ميرو، بحييكم. قناة ميرو للمعلومات والطبخ، ميرو تشانل. طبعا الحلقة اللي فاتت أنا عملت البط. طبعا البط يعني في عزومة، يعني ما تعملش كده غير ما يكون في عزومة، وأنا عندي عزومة فعلا. مع البط عملت فراخ بالبرتقال. هنعمل فراخ بالبرتقال، طبعا ممكن باليوسفندي، يعني هو يوسفندي أو البرتقال، لأنه بيدي مزازة حلوة جدا للفراخ، وطبعا الفايدة كبيرة جدا. طيب إزاي بقى هنعمله؟ أول حاجة هنعمل التتبيلة بتاعة الفراخ. أنا عاملة كنت عاملة كمية، لكن إحنا بقى هنوريكم إزاي هنعمل البقية. أول حاجة هنجيب معلقتين خل وشوية زيت ومعلقة كبيرة زبادي، معلقة كبيرة، صلصة، عصير ليمون، عصير برتقال، التوابل بتاعتنا عبارة عن ايه؟ التوابل ملح وفلفل، ده اساسي، جوز الطيب، جنزبيل، كل واحد معلقة صغيرة، بودرة باودر جارليك اللي هو الثوم، بابريكا، وزعتر. كل دول هنحطهم. طبعا ده تيست جميل جدا للفراخ. ونقلب كويس بقى. طبعا الصلصة حطيناها عشان تدي احمرار، طبعا ندوق علشان التمليحة، اللي يبقى الملح قد ايه والفلفل وكده ما يزيدش عن الحد. دقته لقيته ناقص ملح. هنحط الفراخ، وهن يعني هنسيبها كده قيمة ساعة ساعتين. هي أصول طبعا تفضل من بالليل. وهنحضر الصينية بايركس عشان تدخل الفرن. أصدقائي، حضرنا صينية البايركس اللي هنحط فيها الفراخ. أصدقائي، هنبتدي بقى نحط الفراخ. حطينا الفراخ ووزعناها في صينية البايركس. بعد كده هنحط التتبيلة. طبعا التتبيلة دي رائعة، جربوها هتعجبكم جدا. هنحط شوية مية، يعني صغيرين جدا قد دول كده، عشان تستوى فيها الفراخ. وطبعا هندوق، إذا كانت محتاجة ملح ندوق يعني التتبيلة بتاعتها. الحقيقة هي مش محتاجة أي حاجة، تتبيلتها حلوة جدا،
هنحط بقى على الوش سمنه، هنوزع كده سمنه عشان تاخد اللون. اصدقائي هنحط سمنه على الوش، نكمل السمنه، هنحطها على الرف اللي في النص على درجة 180، وبعد ما تتشارب من الصوص اللي فيها ده هنقلب على الوش التاني، ولغاية ما تستوى ندخل سكينة وفيها ونشوف إذا كانت استوت ولا لأ، وهنطلعها تاخد دقيقة تحت الشواية. أصدقائي خرجت الفراخ اللي بالبرتقال، طبعا أنا عايزة أشوف سواها إيه، ودقت طبعا تتبيلتها والصوص بتاعها حلو جدا، لكن لازم أختبر سواها، فهجيب سكينة وهدخل كده هلاقيها استوت. هي هتاخد وش بس من الفرن من فوق، هنرجعها دلوقتي للفرن تشوى. أصدقائي طلعت الفراخ من الشوي وطعمها حلو جدا، يعني أرجو إن انتوا تجربوها لأن هي طعمها حلو قوي وتنفع للعزومات، وتجربة جديدة إن الفراخ مع البرتقال، وأرجو إنه يعجبكم الفيديو، وإن شاء الله أشوفكم بخير الحلقة القادمة. تحياتي قناة ميرو للمعلومات والطبخ.